وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من تقدم إلى تقدم. أنا في محطة الموحدة في وزارة الإسكان، في صالة والصالة فيها سرعة تقدر تخلص معاملتك بسرعة، موظفين ما شاء الله شكثرهم، ولكن أيضا لمن أراد الخصوصية. هذه الخصوصية، هذه قاعة الفي آي بي، أتي هني مع الأخت الله يعطيها الصحة والعافية، وتقعد لمن أراد الخصوصية، قهوتك والشاي والتمر والسح واللي تبقى، ولكن ها تدفع مبلغ 100 ريال. تبى السرعة، السرعة موجودة، تبى الخصوصية، تعال هني وضيف مبلغ 100 ريال، عشان ما تقول والله أوه ذي فلان مدخلين في آي بي إيش عليه ابن حم مساكين. لا، الخصوصية للجميع، ادفع فيها 100 ريال وحياك الله. البعض ليش زعلان على موضوع القاعة الفي آي بي؟ يا جماعة، أنا لو أدخل معاك الحين مع بعض وزارة الإسكان، أنا أخلص معاملة في القاعة العادية وأنت تخلص المعاملة في قاعة الفي آي بي، كلنا بنخلص في نفس الوقت، كلنا بنخلص. بس يا أخي هذا أنا عندي أرض ب2000 ريال ما بدفع فيها 100 ريال إضافي، أروح أخلصها مع الناس. وهذا عنده أرض ب1,000,000 ريال، والله أنا لا أبا مكان في آي بي ولو أدفع مبلغ إضافي، ولكن الخدمة هي نفسها موجودة في العادي وفي الفي آي بي، والسرعة في العادي وفي الفي آي بي. يا جماعة على سبيل المثال، أنت رايح الحين مسافر في المطارات، حاجز كونامي، تقدر تدخل قاعة؟ تقدر، إذا دفعت مبلغ 12 ريال أو عندك بطاقة في آي بي من أحد البنوك بتدخل أي قاعة تباها. البنوك لو تروح بنك، أنت عندك في رصيدك 50,000 مثل اللي عنده في رصيده 500 ريال؟ لا، اللي عنده في رصيده 50,000 له قاعة وله قهوة وله شاي، ويشلوا له الكاشير ويجيبوا له فلوسه ويجيبوا له إياها. يا جماعة الخدمة الفي آي بي موجودة في كل مكان، فبالتالي ما نزعل، هذا حق مشروع. اليوم أنا عندي خير وعندي أراضي وعندي بملايين، أروح أنتظر؟ لا، أبا مكان خاص أخلص شغلك. فالفي آي بي لمن أراد.